ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كثيرا الى يوم الدين. أما بعد، في هذه الحصة المباركة سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح منظومة نعاشر في كتاب الصيام، ونحن إن شاء الله تعالى مقبلون على صيام شهر رمضان. هناك بعض الأحكام الفقهية الدقيقة المهمة ينبغي معرفتها في هذا الصيام. يقول ابن عاشر رحمه الله: صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم نذيب، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاث نقبين في كمال. ثم قال: فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للماء من أذن أو عين أو أنف قد ورد، وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، إلى آخر المقام. إذن في هذه الأبيات من المنظومة يتحدث ابن عاشر رحمه الله عن الصيام وعن أحكامه. والصيام في اللغة معناه الإمساك، الصيام في اللغة معناه الإمساك والكف عن الشيء، يعني إذا أمسكت عن الشيء يقول الإنسان صائم. ولذلك قال الله تعالى على لسان مريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا معنى الصوم في اللغة. أما عند الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء، يقولون بأن الصوم هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، هذا تعريف. أو يقال هو الإمساك عن شهوتين، البطني والفرجي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن لا بد من تحديد أمر مهم. إنسان يقول له صائم ماسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليه؟ ولكن لا بد من تحديد النية. إن قد يترك الإنسان الأكل، قد يترك الشراب، ولكن يتركه عادة، يقول له الطبيب ما تاكل ما ياكل، سيقول لك الإنسان لا. فلا بد من تحديد النية. الإنسان حينما يترك الطعام ويترك الشراب ويترك سائر المفطرات يتركها عبادة، هذا هو عبادة وطاعة لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. ولذلك العلماء كيقولوا من حكم الصيام، من الحكم دياله، أن فيه سر بين العبد وربه. إنسان قد ينافق في الصلاة مثلا، يصلي أمام الناس رياء، فإحنا عارفين واش يصلي لله ولا ماشي لله، لكن الصوم يقدر الإنسان يبلع على روحه الضر وياكل حتى ما يشوف. ولذلك فيه شدة الإخلاص لله عز وجل، هو عبادة بين العبد وربه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي. ثم في الصيام حكم أخرى، الصيام في مدرسة تربي الإنسان على الصبر وعلى التحمل. قد يأتي الصوم في شدة الحر والنهار طويل والإنسان يتعلم الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى للشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن معظم الغزوات أو معظم الفتوحات وقعت في شهر رمضان، غزوة بدر في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة، فتح مكة 19 رمضان عام 8 للهجرة، يعني فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد، عين جالوت وعلاقة عين جالوت في فلسطين، كلها كل المعارك كانت في رمضان. إذن شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة فرض الله عز وجل الصوم على المسلمين، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، 9 سنين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصوم. ابن عاشر رحمه الله قال هنا صيام شهر رمضان وجب، فهمنا من هذا أن الصوم خصوصا عند الفقهاء يقول الصيام 5 أنواع، الصيام 5 أنواع، كان الصيام الواجب أو الفرض، إن احنا ما عندناش فرق ما بين الفرض والواجب عند جمهور الفقهاء إلا الحنفية كما قلت لكم في حصص ماضية، الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، لكن جمهور الفقهاء ومنهم المالكية حينما يقولون الصلاة واجبة أو الصلاة فرض أو حتمية أو لازمة حل إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الحج، وأن الحج المالكية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيقولون الفرض ما لا ينجبر بالدم كما قال عاشر الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي والطواف والوقوف بعرفة، لكن الواجبات غير الأركان بدم قد جبرت كما ذكرنا عاشر، إذن هذا هو الفرض. إذن فالفرض أو الصيام الواجب كان 5 أنواع، كان صيام شهر رمضان عفوا الصيام بحد عمر كان 5 أنواع، كان الصيام الفرض والصيام اللي هو مندوب قلنا الصيام الواجب والصيام اللي هو مندوب أو مستحب، وكان الصيام المكروه وكان الصيام الحرام. فالصيام الواجب أو اللي هو فرض منه صيام شهر رمضان، ثم صيام الكفارات، ما معنى الإنسان حينما مثلا ينتهك حرمة رمضان يأكل عمدا أو ينتهك حرمة رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات تلزمه الكفارة 60 يوم، فهذه الكفارة فرض واجبة في حقه يسمع نخص سبحانه. كذلك قضاء رمضان حينما يقول يعني يوم أو يومين أو كذا من المرأة المتبوء في رمضان أو كذا المسافر أو المريض، لما يقضي قضاء رمضان واجب في حقه. ثم صيام النذر، إنسان لما ينذر مثلا يقول وفقني الله عز وجل في هذا المشروع ولا في هذا الزواج ولا في هذا البيع والشرياء ولا كذا، نصوم سيمانة ولا نصوم 15 يوم، فيكون الصيام في حقه واجب بما انه نذروا لازم روحوا به خصو نصوم. اذا لا، اذا ابن عاشر قال صيام شهر رمضان واجب، فصيام رمضان واجب. لما نقول واجب، واجب بالقران وبالسنه وباجماع الامه، فالقران الكريم قال الله تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ايام معدوده، حتى قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ومن السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال بني الاسلام على 5، وذكر شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله وحج بيت الله. وفي حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من اهل نجد ثائر الراس نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل او بدا يسال عن الاسلام امور تاع الاسلام واش فرض علينا الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي قال 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات. فقال الاعرابي يا رسول الله هل علي غيرهن واش يمكن لي نزيد؟ قال له لا الا ان تتطوع سوى لا بغيت. ثم ذكر له صيام شهر رمضان فقال له هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع.
ثم ذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا. فأدبر الرجل ولا يجري وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص. قال سيمن زيد من نت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني لجب علي شانه من يقدر تامة ناجي، ولكن شكون اللي يجيب لي شيء؟ نصلي وكنسهاو يخرجوا الزكاة ما يخرجوهاش مليح، نصوموا ربما يكون عندنا شيء نقص. ولذلك الله تعالى جعل النوافل أو النبي صلى الله عليه وسلم النوافل كتجبر ذاك النقص اللي يكون في الفرائض. لذلك الناس خصو يكثر النوافل سواء في الصيام وفي الزكاة في الصدقة التطوع أو في الصلاة، كيكثر النوافل باش يجبر ذاك النقص اللي يكون في الفرائض. إذا ثم قال وهذه التفاصيل تاع شهر رمضان إن شاء الله تعالى حتى الشهر هذا أحكام الفقهية كل شهر نفصلها. ثم قال صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم نديب. فذكر ابن عاشر رحمه الله هنا الصوم المندوب، قلنا كان الصوم اللي هو فرض ورمضان غادي نشوفوا في الشهر تاع رمضان طيلة شهر رمضان أحكام كل شيء الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان. ثم ذكر الصيام المندوب فذكر منه صيام شهر رجب وصيام شهر شعبان وكما نشوف يوم عرفة والأيام من ذي الحجة ويوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، كل هذه تدخل في الصيام المندوب. ولذلك لما قال ابن عاشر في رجب فهمنا من هذا أن ابن عاشر رحمه الله ذهب إلى أن صيام شهر رجب مندوب، ولكن الفقهاء قالوا بأنه لم يرد في صيام شهر رجب أي شيء، ما كاين حتى شي حديث صحيح أو يمكن الاحتجاج به كيدل على صيام فضل شهر رجب. حتى سيدنا عمر كان ينهى الناس عن صيامه ويقول رجب شهر كانت يعظمه أهل الجاهلية. ولكن من ذهب من العلماء إلى أن صيام شهر رجب مستحب أو مندوب جعلوه من الأشهر الحرم، وأصلا هو من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صم من الحرم واترك. يعني بهذا الباب هذا جائز أننا ونستحق أن نصوم شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، حتى أن ابن رجب الحافظ ابن حجر عفوا دار واحد قال يعني دار واحد الكتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث كيدل على الصيام مثلا الشهر ديالو أو شي ليلة من الليلة ديالو أو القيام ديالو، ما كاينش، ولكن مع ذلك يستحب صيامه لأنه من الأشهر الحرم. ثم ذكر رحمه الله صيام شهر شعبان ولا سيما نصفه الأول، لا سيما نصفه الأول. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط سوى شهر رمضان كان يصوم كامل، وكان يصوم كثيرا شهر شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولذلك ليس مكروها عندنا في المذهب المالكي أن نصوم النصف الثاني من شعبان، ولكن الأفضل والأحسن نقتصر على الصيام 15 يوم الأولى. الإنسان باش ديك 15 يوم ما تلاقاش مع رمضان باش ما يكونش منهك أو تعبان كذا، ولكن إذا صام كمل حتى ربما ما عليش مشكل، خصوصا إذا كانوا الناس اللي يصوموا أيام مثلا الاثنين والخميس ولا أيام عنده معلومة وجات له في التالي تاع يعني في التالي تاع شعبان لا حرج في ذلك. فصيام شهر شعبان من الصيام المستحب أو المندوب، ولذلك جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر كما تصوم في شعبان، شوف تصوم بزاف في شهر شعبان. فقال يا أسامة ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان كثيرا، في رجب شعبان صوم النديبة كتسع حجات وأحرى الآخر، فذكر رحمه الله الأيام التسع من ذي الحجة وقال وأحرى آخرها وهو يوم عرفة،
يوم التاسع من ذي الحجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام كما في حديث أمنا حفصة قالت أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهن. ولذلك ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من هذه الأيام، هذه الأيام نتاع ذي الحجة ذوك العشر أيام الأولى. حتى قال رجل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء وأحرى آخرها وهو يوم عرفة، هذا اليوم المشهود الذي يباهي الله عز وجل بعباده المؤمنين ملائكته ويقول انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني من كل فج يعني من كل شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، قال النبي صلى الله تعالى يكفر فيه ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. ثم من الصيام المندوب صيام يوم عاشوراء، لأن هذا هو الشهر المحرم، وقد ورد في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء يعني العشر أيام من النهار عشرة منه كان اسمه عاشوراء معروف عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجد اليهود يحتفلون ويصومون هذا اليوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يديروا هذا الشيء، فقالوا يا رسول الله هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون، فسيدنا موسى كان يصوم هذا النهار هذا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق منهم بموسى، فكان يصوم هذا اليوم. وقال لئن بقيت إلى العام المقبل إلى حين الله عز وجل العام الجاي نصوم تسعة، ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حلول هذا اليوم، ويأتي السنة من هذا نصوم يوم تسعة ويوم عشر. كذلك من الصيام المستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، يكفي أن الأيام كالأعمال كالتعرض كالطرف عين الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، وهو يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اليوم الذي بعث فيه، وفيه أنزل عليه الوحي. ثم صيام ثلاث أيام من كل شهر، ومن الأحسن تكون أيام البيض 13 14 15 إلى غير ذلك من أنواع الصيام المندوب. وقد جمعها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، يعني عن صومه هو، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وببيعتنا بيعا. قال فسئل عن صوم الدهر، إنسان يصوم العام كامل ولا يعني ما يريدش، فقال عليه الصلاة والسلام ما صام وما أفطر، أو قال لا صام ولا أفطر. ثم سئل عن صيام يومين وإفطار يوم، يصوم يومين ويكون نهار، فقال عليه الصلاة والسلام ومن يطيق ذلك صعب. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، يصوم نهار قبل يومين، قال عليه الصلاة والسلام ليت الله قوانا لذلك، قلنا رب سبحانه وتعالى اعطينا القدرة والقوة باش نديروا هذا الشيء. ثم سئل عن صوم يوم وإفطار يوم، صوم نهار ويكون نهار، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك صوم أو صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. ثم قال عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صيام الدهر أو كصيام الدهر. ثم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر ذنوب السنة الماضية. إذن هذا الحديث جمع جميع أنواع الصيام المندوب. ذكر الفقهاء كذلك الصيام النافلة أو التطوع،
وقالوا هو كل صيام يقع في أيام الله عز وجل، الأيام اللي ما تحرمش فيها الصوم، يعني الحال كما نشوفوا العيد الصغير والعيد الكبير والأيام اللي تحرم فيها الصوم، وما فيهاش يعني شيء حادث من نفسه يقولك صوم، يعني أيام الله عز وجل. النفس قال من صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خير. ولذلك أي يوم آخر من غير هالأيام ما تكونش أيام واجبة أو مستحبة أو مكروه حرام، الإنسان إذا صام فيها يكون عنده واحد الفضل والأجر كبير. أما الصيام المكروه، الصيام المكروه هو سرد، يقول الفقهاء سرد صيام العام كله، يعني يصوم نهار ونهار ما يريد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني بزاف يبغي يتبع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم بزاف، وكان يبغي يعبد بزاف ويبغي يقرأ القرآن بزاف ويبغي يصوم بزاف، والنفس الكل يحاول يقول له أنا نقدر نصوم كل نهار، ودي يقول له صوم شوية، صوم وطرق، صوم لا نقدر. قال له صوم الصيام تاع سيدنا داوود نهار نهار، ولكن في التالي واش قال له النفس؟ قال له صوم وطرق صوم وطرق، قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وكذا، يعني خصك تعطي كل واحد حقه. لما كبر سيدنا عبد الله عمر في السن كبار وما بقاش يقدر، قال يا ليتني يعني اخذت بروخ او قبلت الرخصه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الانسان ما يشكش على روحه. ولذلك الفقهاء كيقولوا من الصيام المكروه انك تنذر واحد النهار، قال تقول كل خميس نصوم، تنذر لله عز وجل، قل نذرت كل خميس ان اصوم. قال الفقهاء مكروه ماشي حرام، علاش مكروه؟ قالوا لان الانسان ربما تشق عليه العباده وهو صغير روحه، يعني لان انذرها وغادي يبقى مقبل على العباده وهو كاره له، يبقى يصوم وهو كاره، ويقالوا مكروه. يعني الصيام مكروه كذلك، يكره الصيام يوم الشك، وهذا يوم الشك غادي نهضروا عليه ان شاء الله تعالى لما نوصلوا في ذلك. مكروه خصوصا اذا كان الانسان يصوم احتياط لرمضان، مثلا تكون وفوق يكون يصوم الشك تكون السماء غامقه مغيبه، لكن اذا كان صحيحه عفوا صاحيه ما غاديش يكون شك، مثلا تكون السماء غايمه ويدخل الشك وهو غدا ليه يصوم، يقول ربما يكون هذا النهار من رمضان ها، ويصوم فصيامه مكروه اذا كان احتياط لرمضان مثلا، وخا ثبت انه من رمضان من بعد ثبت هذاك النهار من رمضان خصو يقضي ذاك النهار، لان الصيام خص تدخلو بواحد النيه جازمه، ما تدخلش انك متردد ايوا واش النهار واش هذا رمضان ولا مش رمضان، ما يتقبلش منك العباده، خص تكون النيه جازمه. ولذلك هنا غادي تحتو ان شاء الله تعالى من بعد ما ننهيو هاد الانواع، قلنا كان الصيام وكذلك يدخلو فقهاء صيام يوم المولد النبوي، الصيام يوم الشك كما قلنا، اما الصيام الحرام اللي هو حرام ان الانسان يصوم ايام العيد، عيد الفطر وعيد الاضحى ثلاث ايام ديالو، يعني النهار الاول تاع العيد الكبير والنهار الثاني والنهار الثالث، حرام الانسان يصوم فيه. واخا الانسان تكون عليه كفاره مثلا يكون كلا واحد النهار تاع رمضان ليستر، يعني شي واحد يقول لا ويكون خاصو يصوم مثلا 60 يوم، يقول لك الفقهاء خاصو يحضر روحو ما يصومش ديك 60 يوم تلاقى له مع العيد الكبير. الا تعمد مثلا تعمد عرف اللي غادي يجي العيد الكبير غادي يصوم شهر مثلا ويدخل العيد الكبير بالسيف عليه خاصو يفطر، خاصو يفطر النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث، حرام يصوم ديك الامثله. الا تعمد مثلا وعارفها وبقى يصوم وكي جا رمضان عفوا كي جات العيد الكبير قطع خاصو يعاود من الاول، واخا صار 30 يوم يعاودها من الاول، لكن الانسان خاصو يحضرها. قال اللهم اذا وقع عذر او انسان نسى وما عرفش ولا كان جاهل ما يعرفش هاد الامور وتلاقى العيد الكبير مثلا وفطر معليش يستأنف، ولا المرأة مرضت ولا كانت تصوم وجاتها العذاب عارف كل المسائل، ولا الإنسان كان عنده شي عود ولا في هذه الحالة يستأنف من جديد. إذا صيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاث أيام حرام، حرام الإنسان يصوم. كذلك يحرم على المرأة أن تصوم بغير إذن زوجها ما عدا رمضان وقضاء رمضان، يعني رمضان المرأة لم تصوم ما عندهاش كاع ما تطلبش العيد من زوج ديالها، وكذلك ما تقضي رمضان، لكن صيام التطوع وصيام الفرض خاصها تطلب الاذن من الزوج ديالها. فاذا صامت بغير اذن زوجها وارادها لحاجته او لنفسه وجب عليها ان تفطر. ثم صيام الحائض والنفساء، المراه اللي كانت عليها العاده والحائض والنفساء حرام عليها تصوم كما نشوفوا، وهذه المسائل كل شيء ان شاء الله تعالى نفصلوها نقوم يعني نشرحها مليح في 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 اوانها. بعض الامور غادي نذكرها لان خصنا دابا نذكرها في هذه الحصه هذه قبل ما ندخل في رمضان، المهم خصنا نعرفوها ظروف قبل ما نتحدثوا على
الفرائض تاع الصيام صنعرفوا بلي ان العباده تاع الصيام عندها شروط سائر العبادات اي عباده اللي هي مشروطه عندها شروط ديال الفقهاء كيقولوا قاعده اذا انخرم الشرط انخرم المشروط فمثلا الصلاه عندها لها شروط شرطها مثلا استقبال القبله والطهر من الخبث والطهر من الحدث وستر العوره فاذا سط الانسان مثلا ما استقبلش القبله ولا ما سترش العوره ديالو او الى غير ذلك كنقولوا خلى واحد الشرط من شروط صحه الصلاه وبالتالي الصلاه ديالو تكون صحه فكذلك الصوم الصوم له شروط ينبغي على المسلمين ان يحققها حتى يكون صيامه صحيحا باذن الله كاين شروط عندنا في الفقه دائما كاين هذه المساله دائما كنستعفوا عليها سواء في الصلاه او في الزكاه او في الحج كنذكروا الشروط عندنا نوعان اما شروط الوجوب او عندنا شروط الصحه كنقولوا شروط الوجوب بمعنى اذا توفرت كان الصوم واجبا على المكلف واذا انعدم شرط من هذه الشروط سقط الوجوب على المكلف اما شروط الصحه هي ان توفرت كان الصوم صحيحا واذا انعدمت كان الصوم غير صحيح شروط الوجوب باش يكون الصيام واجب على المكلف اول شرط هو البلوغ بمعنى الصبي لا يجب عليه الصوم ولا نأمره بالصوم عندنا في المذهب المالكي قال يكره امر يعني مكروه ان نأمر الاطفال بالصيام خصوصا اذا كان يشق عليهم فالنهار الطوار والحراره صار مليح نأمرهم بسبع سنين درهم ولكن الصوم قالوا مكروه اننا نكلفوهم شي حاجه اللي تشق عليهم الاحسن ما نأمرهمش بالصيام والنفس قالوا رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم الصبي حتى يحتاج الشرط الثاني وهو القدر بمعنى الانسان اذا كان عاجز سواء عجز حقيقي او في حكم العاجز يسقط عنه التكليف او الوجوب ما يبقاش واجب على الصيام ما معنى عاجز اما يكون مريض مثلا عجز حقيقي شيخ كبير لا يستطيع الصوم او مرض انسان مريض مرض مزمن فيه عافانا الله واياكم مرض السكري او غير ذلك من الامراض هذا لا يجب عليه الصوم بل في بعض الحالات يحرم عليه الصوم بعض الحالات يحرم عليه الصوم اذا كان الصوم يعني يشق عليه وربما يؤدي به التهلكه وربما يوصل الهلاك الله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما او كان في حكم العاجز بحال المراه اللي كترضع والمراه الحامل هذا ماشي مرض حقيقه ولكن في حكم المرضى بمعنى المراه الحامل اذا ما قدرتش تصوم ما تصومش ماشي واجب على الصيام اذا قدرت يعني كلفت نفسها وصامت الصيام ديالها صحيح لكن اذا خافت على الطفل ديالها او الجنين ديالها ما تصومش وتقضي فيما بعد خصها تقضي المهم لكن الفرق ما بين المراه الحامل والمراه المرضع عندنا في المذهب ان المراه المرضع اذا خافت على والديها كانت ترضع واجب عليها انها تفدي الحامل والمرضع الى ما قدروش بجوج يفطروا ومن بعد يقضوا لان هذا ماشي مرض دائم غادي يبرا ومن بعد كيتبرا تقضي واجب عليها القضاء لكن المراه الحامل ما تفديش لكن المراه اللي ترضع اذا خافت على جنينها تقضي دوك النهارات 6 ايام ولا 7 ايام ولا شهر ولا ما عرفتش شحال ما كلات ها وكتفدي على كل نهار هذاك الشيء اللي كتعرفوا هو مسلم هذا هو الشرط الشرط الثالث وهو الحضور بمعنى الانسان المسافر اذا كان مسافرا حالة صغر لا يجب عليه الصوم ولذلك الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم وشهد بمعنى حضر بعض الناس ربما يقول لك يكون يهضر على الشهر ومسلم ما يفهمش ويجيب الايه السلبيه يقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصوم ويستدل بها كما قال ابن العربي فشهد ماشي شاف ماشي راى وانما حضر ولذلك يقال فلان شهد مطرا وشهد العقبه يعني حضر حضر اذا هذه ثلاثه الشروط هما زاد ان شاء الله تعالى في شهر رمضان لان عاد كل حاجه من تحتو عليها حكم المريض والاحكام ديالو وحكم المسافر يعني باش ما بغيناش بغينا نعطيو كما نقولوا الخطوط العريضه تحت ثم كاين شرطان من شروط الصحه الشرط الاول هو الاسلام وهذا دائما كنذكروه بمعنى الانسان واحد الانسان كافر ولا حنا نقولوا واحد الانسان كاوري يجي يصوم لنا رمضان وحنا اللي يكون معنا يصوم نقول له سيدك ماشي صحيح علاش؟ لانك لست مسلما والمسلم ليس من اهل الطهاره والله تعالى قال عنهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
إذا فلا بد من الإسلام. والشرط الثالث وهو الزمن القابل للصوم، بمعنى أن شهر رمضان عنده واحد زمان كيكذب الهلال وكيتم الهلال، ما يجيش الانسان مثلا يصوم في رجب ولا في شعبان ولا ويقول هذا رمضان، خصو يكون الزمان ديالو. ثم ثلاث شروط، شروط اللي كتجمع ما بين الوجوب وبين الصحه، يعني تلقاها في نفس الوقت، هو شرط وجوب وهو شرط صحه. الشرط الاول وهو العقل، بمعنى الانسان اذا فقد عقله في شهر رمضان مثلا يقدر يكون عنده العقل ديالو، ولكن مع الفجر يمشي له العقل ديالو ولا يغمى عليه ولا يدخل في الكومه كما نقولوا حنا، يمرض مسكين ويغمى عليه. فاذا فقد الانسان عقله خصوصا عند بدايه الصوم، لان ابن عشر قال والعقل في اوله شرط الوجوب، يعني فوق تبدي العباده تبدي مع الفجر، وان كان حنا النيه مثلا عندنا حق من بعد المغرب بحال النهار اللي نشوفوا الهلال من بعد صلاة المغرب حتى صلاة الصبح، هذا كل شيء وقت عندك الحق تحدد فيه النية ديالك تنوي وغادي غادي تصوم، لكن فوق يكون الوجوب عند الفجر. إلا فت الفجر فت الفجر عاد ونويت الصوم ديالك يكون باطل. وهنا مازال نبغوا بعض الإخوة اللي يبغيو يدخلوا في بعض الأمور اللي احنا في غنى عنها، كيشدوا في شي أمور تلقاهم كما قال واحد يقول لك يديرون حتى الفتنه في الجامع حتى الاذان يودن هو تلقاه يشرب في الجامع، كانه ديك 5 مينوت ولا ديك 10 دقائق الا صبرها غادي هي اللي تقتلو. لا، خصنا نتوحدوا وخصنا ما ندخلوش في هذه المسائل، واخا يكون عندها واحد الدليل ولا كما قال واحد الداعيه اللي تقول الخير في وجهه يديروا ديك الزواقه، قال لهم نتوحدوا على الزواقه وما نختلفوش على الفهمات ديالهم. كي تلقى 10 مينوت اسيدي ريد الماكله وريد الشراب، علاش تدخل في هذا؟ واحد يبقى يقول كذا 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 باش ما ندخلوش في هذا المتاهات. اذا فاذا فقد الانسان عقله مع اذان الفجر، مثلا الانسان كان ما به مع الفجر ولكن مع الفجر مثلا سكر ولا اغمي عليه مع الفجر، هذاك النهار خصو يقضي، هو خايفق من بعد، وخا فاق من بعد خصو ذاك النهار يقضي. فان فقد عقله قبل الفجر مثلا مع جوج تاع الليل ولا، ولكن كي جا الفجر ولا صحى صحيح العباده ديالو صحيحه. الى مثلا كاع دخول في العباده ولكن مع 10 تاع الصباح ولا مثلا ولا مع 8 تاع الصباح فقد عقله ومشى النهار كامل حتى وصل المغرب، هذا من الاحسن وخصو يقضي ذاك النهار. لكن اذا فقد عقله جل الليل او جل النهار او نصفه فلا يقضي ذلك. الشرط الثاني وهذا خاص بالنساء ولكن يسمعوا، وهو الخلو من او النقاء من دم الحيض والنفاس، بمعنى المراه لما تكون صايمه او تكون في رمضان وكانت عليها العاده راه تاكل، ولكن خص دائما تحضر الحفاظ وتطهر، لان راه مع واحد العباده خصها تحضر العباده ديالها. مثلا الا طهرت مع الفجر او قبل الفجر لازم عليها تصوم، خصها تصوم واخا ما تغسلش، لان بعض الناس حنا علاش نقولوا على واخا اليوم بعض الناس تلقاهم يعني برا يقول لك هذا اللي بدا يهضر له على الصلاه وعلى الموضوع على كذا، ولكن كي تجي تسول شي اسئله تلقى شي اسئله يعني ما شاء الله، يعني ما تقول ما يمكنش انا ما يعرفهاش نسلم. ولذلك بزاف تاع الناس يجي يقول لك اودي صبحت على جنابه والصيام ديالي باطل، فهمت انت؟ يقدر الانسان يصبح على احتلام ويعاشر الزوجه ديالو، الى صبح واخا 10 تاع الصباح وصبح على جنابه الصيام ديالو صحيح ما فيش حتى مشكله، لان ما كاينش علاقه ما بين الطهاره والصوم، ولكن الانسان يغسل باش يصلي الصلاه ديالو في الوقت ديالها. كذلك المراه اذا طهرت مع الفجر خصها تحضرها، خصها تصوم ذاك النهار واخا ما تغسلش حتى الصباح، ولكن خصها تصوم. فان شكت قالت واش طهرت قبل الفجر ولا بعد الفجر، فهاد الحاله قالوا الفقهاء تصوم وتقضي، تصوم وتقضي، ربما تكون طهرت قبل الفجر وربما تكون ما طهرتش تعاود، لان ذاك ربما تكون صمت وهي حائض. اذا بقي مجموعه من الاحكام ان شاء الله تعالى في شهر رمضان غادي نخصوا فيها، نكتفي بهذا الكلام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء بكل داء وسقم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.